الخير استاذ رياض مجدي، اهلا وسهلا فيك من جديد ببرنامج نبض الاتحاد. نحن اليوم معك لحتى تخبرنا عن انجازك بتاون العقاريه وتحكي لنا عن المشروع من بدايته لليوم اللي نحن هلا فيه عم نشوف هذا النجاح. والله الفكره تبع تاون العقاريه بدانا لما اجينا على البلد، اشتغلنا بالاول بشركات وتنقلنا من شركه لاخرى داخل ابو ظبي. طبعا بدانا موظفين صغيرين كلنا شغالين بنشتغل سواء في السيلز او الليزنج. بدأت الفكرة تكبر معانا لما بدأ السوق يتحرك أكتر وبدأ في مجالات واستثمارات أكتر في السوق. عملنا زي داتا بيز من المستثمرين والملاك، بقينا عندنا قوة موجودة في السوق، قدرنا بناء عليها إن احنا نقدر نقرر نفتح تاون العقارية. بدأنا الفكرة، أخذنا مكتب صغير جدا في مكان في إمارة أبو ظبي. بلشتوا بأبو ظبي، يعني أبو ظبي كانت بداية بأبو ظبي. بدأنا بمكتب صغير جدا، وبعد كده كنا تقريبا كنا بنشتغل لحالنا شباب وبنشتغل وبنتحرك في الماركت. بعد كده بدأنا ان احنا نوظف ناس موجودة معانا، سواء من اصدقاء سواء ناس موجودين في الماركت بالفعل، وبدأ الموضوع يتوسع اكتر. انتقلنا من المكتب الصغير للمكتب كبير، جبنا مجموعة سيارات على اسم الشركة بحيث ان احنا نشتغل بيها في الماركت. بدأنا بعد كده التوسع في مجال البيع والاستثمار. بعد كده فتحنا اللي هو عملنا شركة صيانة بحيث نلبي رغبات المستثمرين والملاك اللي موجودين معانا اوريدي، واحنا هنا اليوم ده الوقت اللي وصلنا له في الوقت الحالي، شغالين الحمد لله. استاذ مجدي، اذا بدي اسالك انا على تميزكم عن باقي الشركات العقارية، شو اللي بيميز تاون؟ الماوس تاون زي ما حكيت لحضرتك ان انا الكلاينت او العميل سواء مستثمر سواء مالك بيدخل عندي هنا مثلا الشركة، مش بحاجة ان هو يتواصل مع شركات تانية، لان هو بياخد الخدمة من الالف للياء، سواء من استثمار عقاري ان انا بجيب له العقار بتاعه بستثمره له، سواء ان انا بأجره له، سواء بعمل له مانجمنت بروبرت مانجمنت، بعمل له مينتيننس، بعمل له ريبورتس من الالف للياء. هو مش محتاج يعمل اي حاجه خالص غير ان هو يسلم العقار بتاعه، غير كده ما في. يعني انتم بتتابعوه من البدايه للنهايه. من البدايه للنهايه. طيب بدي اسالك كمان، ليش اخترت الامارات؟ يعني باول مشروعك مثلا ليش ما جربت انه تبلش بمصر؟ بالاول الامارات بلد عربي، الفرص الاستثماريه وفرص العمل فيها اكبر بكثير من اي مكان تاني. بلد راقية نظيفة متقدمة، فيها أمن وأمان، تكنولوجيا أكتر، هذا أهم شيء مثلا. فيها حركة كتير جدا، فرص كتير جدا للشباب، صغير كبير ما بتفرق المعاملة بالمثل، سواء من ابن البلد سواء من الوافد. صح، هذا الشيء. المعاملة بالمثل، شغلك واجتهادك وتحركك هو اللي بيوصلك اللي انت عايزه أو لا. تمام. أستاذ رياض، مين كان الداعم لك بهذا المشروع بحياتك، أسرتك، أصدقائك؟ مين حسيت الأكثر كان هو سبورت لك بكل خطوة بالمشروع؟ أولاً بالنسبة للعائلة، ما حد يعرف عن المشروع ده إلا لما اكتمل. تمام. في نهاياته ومش في بداياته خالص. ما كنتش حابب إن أنا أنشر الفكرة، ولكن الموضوع كان ما بيني وما بين صديق. لما طرحت عليه الفكرة ما تردد، كانت الفكرة بالعكس كانت بتدور براسه هو كمان في نفس الوقت. فلما لقيته بيناتكم فكان الموضوع اسهل. كان الموضوع اسهل بكتير، وخاصه ان احنا موجودين اصلا في الماركت فاهمينه وعارفين الماركت يعني بيشتغل ازاي، في خبره مسبقه، فما كانتش الموضوع جديد بالنسبه لنا او الموضوع صعب علينا. لا، احنا بدانا نشتغل بنفسنا في الاول زي ما قلت لحضرتك، وده اللي ساعدنا اكتر. تمام. طيب شو الخدمات المختلفه اللي بتقدمها تاون عن باقي الشركات العقاريه لعملائها؟ يعني اليوم شو بدنا نحكي، انه انت شو بتقدم لهم اوفرات، شو بتقدم لهم خدمات مميزه ما بتوفرها مثلا اي شركه عقاريه ثانيه؟ انا اعتقد ان كل الشركات العقاريه الحين بتوفر تقريبا نفس الخدمات، ولكن بطرق مختلفه. انت قصدك الطريقه، هي نفس الطريقة. الخدمات بس بالطريقه. الطريقه ما يختلفش كتير عن بعضه، ولكن هو كله بيسر في نطاق القوانين معمول بيها من بلدية ابو ظبي ده التنميه الاقتصاديه، ما بنقدرش نطلع عنها. تمام كثير. بدنا منك كلمه اخيره للبرنامج ولكل الناس اللي ساعدوك وساهموا معك بانتاج مشروعك، وشو املك وطموحك للمستقبل؟ والله انا بشكر اي واحد سواء ساعدني بكلمه او بموقف او بدعم مادي او غير مادي، تعب معايا في البدايه، طمني ان البلد كويسه، مش ان انا دي مجرد راح تكون بدايه. بشكر الناس دي كلها، من اهلي، من اصدقائي، من الناس اللي عرفتهم هنا،
اصدقاء، معارف، قريب، غريب، كل الناس اللي وقفت معانا، كل الناس اللي ساهمت وشاركت معانا في بداية الشركة. بس بشكر كمان يعني أهل البلد اللي بيعاملونا بصدر رحب في كل المواقف، بتعامل معاهم مفيش فرق ما بينك وما بينه، بتاخد حقك في أي موقف، أي شيء بيقابلك بتتعامل كأنك مواطن، سواء وافد أو من أهل البلد، ولكن ليك حقوق وعليك واجبات بتلتزم بيها، بتكون معزز مكرم. طبعا احنا في الاول وفي الاخير بنمن بالفضل كله لشيوخ الامارات ولشعبها الكريم اللي استقبلنا بصدر رحب وما قصر معانا في جميع المجالات. بنوجه لهم الشكر على نعمه الامن والامان اللي احنا عايشين فيها في البلد، اللي ما بنلعب بيها في اي بلد موجود حوالينا. شكرا لك استاذ رياض، بعد برنامجنا في الاتحاد بنتمنى نشوفك بقصه نجاح ثانيه، واعزائي المشاهدين بنلتقي فيكم بقصه نجاح جديده بنبض الاتحاد. شكرا لك.